يقول سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، يقود الفريق الملكي للقدرة في بطولة إسبانيا الدولية التي ستنطلق اليوم لمسافة 160 كيلومتر و120 كيلومتر بمشاركة واسعة من فرسان العالم. وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد أن رياضة الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص تحظى باهتمام ورعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو ما ساهم في اعتلاء الفريق الملكي للقدرة هرم هذه الرياضة في الفترة الحالية بعد سلسلة من الإنجازات الكبيرة على مستوى العالم، مشيدا سموه بالمساندة الدائمة والدعم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص الحكومة الموقرة على تقديم كامل الدعم لهذه الرياضة العريقة. ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد بالجهود البارزة التي يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد في بلورة رؤى وتطلعات جلالة الملك المعظم بالمحافظة والسعي الدائم لتطوير رياضات الفروسية بشكل عام ورياضة القدرة بشكل خاص، لأنها إحدى الرياضات العريقة التي جعلت علم مملكة البحرين يرفرف دائما في المحافل العالمية، مشيرا سموه إلى أن ما يقدمه سمو الشيخ ناصر بن حمد لرياضة القدرة مصدر فخر واعتزاز للأسرة الرياضية بعد أن أصبحت مملكة البحرين مثالا يحتذى به في التدرج بشكل سليم حتى الوصول إلى القمة وتحقيق الألقاب العالمية التي سلطت الضوء على المنجزات الرياضية والحضارية التي تسير عليها البلاد في العهد الزاهر لسيد عاهل البلاد المعظم. وأوضح سموه أن المشاركة في بطولة إسبانيا للقدرة تأتي إيمانا بالدور الذي تلعبه هذه الرياضة العريقة في كتابة الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين، خصوصا أن هذه البطولة تعد واحدة من البطولات العالمية الكبرى التي تشهد منافسة قوية ومشاركة واسعة، مبينا سموه أن الفريق الملكي للقدرة يضم عناصر شابة وقادرة على تحقيق أفضل النتائج، مشيرا سموه إلى أن دعم الشباب يعد أولوية في إطار الحرص الدائم على تهيئة الأجواء المثالية لهم خصوصا في رياضة القدرة، لأنهم نواة المستقبل لهذه الرياضة، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لأفراد الفريق الملكي في تحقيق النتائج الإيجابية في البطولة.